أي شيء يحمل اسم بغدادنا الحبيبة لابد أنه يكون مميز عن غيره من البلدان، فشلون إذا كان فن غنائي؟ أجيب يا حلو واجب عليّ أزورك كل صباح واجب يا حلو واجب عليّ. المربع البغدادي فن مميز يضيف للأمسيات الرمضانية نكهة خاصة وبهجة تطغى على الحضور. تميزوا به أهل بغداد القديمة وبالأخص المناطق الشعبية مثل الفضل وباب الشيخ والكاظمية والأعظمية. المربع البغدادي من الفلكلور الشعبي العراقي القديم، ارتبط اسمه ببغداد القديمة ويعتبر فن فريد من نوعه، واللي يميزه أكثر طابع السخرية. هذا النوع من الفن يتواجد بالمناسبات والأعياد، وطبعاً برمضان لازم يكون إلى حضور وسط لمة العوائل والشباب بالتجمعات. وفرقة المربع البغدادي إلهم زي خاص تقليدي يعبر عن ملابس أهل بغداد القدماء، واللي هو العرقجين والشراوية، وسموه مربع لأنه مكون من 4 أشطر وشرط الكل يردد أول شطر واللي يسموه مفتاح حتى الكل تشارك وتعم الفرحة على جميع الحضور. هلو ياج هلو ياج يا رايحة البعبوم